حالنا بهالبيت والله صاير ببكي، كله معصب كل الوقت وكله ناطر التاني على دقره، ما عم نعرف نلتم على بعض ونحكي كلمتين على رواق. والله مو عيشه هي، مو عيشه. عجبك هيك؟ والله عدمني يا جيل. يا صبحي والله انك تغيرت كتير. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. ما كنت هيك من زمان. انا طول عمري هيك مثل ما انا. كان قلبك على الاولاد اكثر. اذا واحد منهم قال ما تنام طول الليل. يا ابن عمي انت اساس هالبيت، بس تتلخبط كل شيء تاني بيتلخبط. يعني شو المطلوب مني خانوم؟ شو اعمل؟ قوم ارسلهم. اولادك شايفهم بعين وحده، شوفهم بالعينتين. بعين وحده عينتي؟ لك شو شايفتيني احوال؟ يعدمني اياكي وقت تحكي. عين وحده؟ شلون بعين وحده؟ اليوم كان في اجتماع بالنادي العربي، ورضا باشا الركابي اعلن انشاء حزب الاستقلال العربي. هذا الحزب بيقدر اي شخص ينتمي له، سواء كان متعلم او امي، تاجر، فلاح، اي شخص. واعلن فتح باب التطوع لانشاء جيش عربي قوي، جيش ندافع فيه عن بلادنا، جيش ضد الاحتلال الاوروبي يلي مثل ما قال هو رح يكون اخطر من الاحتلال العثماني. وانا ما قدرت ضل ساكت، وقفت وقلت لهم انا سعيد ابن ابو سعيد الدالاتي، واحد من تجار الشام، وانا اول واحد رح يكون بهذا الجيش، لان هذا الجيش لازم نكون فيه كلياتنا، مو بس الفقراء، لازم ندافع فيه عن بلادنا، لازم نحميها لاخر قطره من دمنا. سميحة، أنت بتعرفي أني بحبك وبدي إياكي ورايدك على سنة الله ورسوله، بس إذا بتستنيني بإذن الله رح أرجع. إيش لوين رايح؟ لازم ما تنسي أنه البلد أهم مني ومنك ومن أي شيء. أنا طوعت بالجيش العربي ضد الفرنساوي اللي بده يحتل بلادنا. يعني بدك تحارب؟ لا أنا ما بدي حارب، أنا بدي دافع عن بلدنا. أنا أصلاً ما بحب الحرب وكل السوريين ما بدهن الحرب، بس وقت بيجي غريب بده يحتل بلادنا ويخربها، وقتها عيب علينا، عيب علينا نخليه يطلع من بلدنا عايش. هيك تعلمنا، هيك ديننا، هيك أخلاقنا، إنه البلد بيصونه وبيدافع عنه رجاله، ونحن بإذن الله رجال هالبلد وما بنخذلها حتى آخر قطرة من دمنا. سميحة، أنت واجبك إنه تكملي دراستك وما تخذليها لأمك، لأنه تعبت عليك كثير، ونحن واجبنا إنه ما نخذل هالبلد حتى آخر قطرة من دمنا. سعيد أنا مقتنعة وفخورة فيك كمان، بس خايفة عليك. لا تخافي، إذا بتستنيني بإذن الله رح أرجع. إمتى رايح؟ لسه معنا شوية وقت. وقدر حتضل؟ الله أعلم، بس أنت دعيلي. الله يحميك ويرجع ليك بالسلامة. الله محيي أصلك يا سعيد، روح الله يوفقك ويحميك أنت ورفقاتك وترجعوا لنا سالمين ومنتصرين. وبإذن الله سميحة ما رح تكون لحدا غيرك. جاهزة وصلت الكعب. السلام عليكم. السلام. السلام. أيوب عبدوه. هلي بالحجي. شايف لي السوق؟ شبو. لك شو شبو؟ لك الناس شو مشارقة ومبسوطة وحاسة بالأمان. لك يا عمي بس يحكمك ابن بلدك لا بتخاف ولا بتركل هم، لأنه الرحمة بتكون نازلة بقلبه، مو مثل حكم الغريب. الحمد لله اللي خلصنا من حكم الغريب. أنت عم تحكي هالحكي لك حجي؟ اي انا. وليش لحتى ما احكي هالحكي؟ دخلك مين كان يطن ورن للعسملي؟ لك كم مره بدي اقول لك يا ابو عبدو انه الايد اللي ما بتقدر عليها بوسه وادعي عليها بالكسر.
هلا مالنا عم تسمعني حكي معني ما عم جيب سيرة الفصل الناقص اللي عملته معي؟ كان اللي عامل معك فصل ناقص ولا انت؟ هلا شو بدنا بيالعي؟ مبروك الجواز يا عمي. الله يبارك فيك. دخلك كيف هالفات؟ الحمد لله بخير. بركي بتبعت لي اياها على البيت قبل ما تيجي العروس. ايه على راسي ببعت لك اياها وتخسى حدا يرد لك طلب. معني والله زعلان منك لك ابو عبدو. معقول لكان سهره وجوز بنتك الوحيده اخر من يعلم بقصه جوازتها؟ ومن مين؟ من اختها لحرمه اخي. مو على اساس بلا كثر الحكي؟ ايه معك حق، فعلا بلا كثر الحكي. شوف لي هالسوق، لك شوف لي الناس شلون مبسوطه وعم تفري فري. الله حيوب نادر.